مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل واول فقراتنا فقره الصحافه. بينورنا النهارده في الاستوديو الكاتبه الصحفيه امال عويضه. اهلا بيكي استاذه امال، منورانا وحشتينا. وانتوا كمان والله، يعني بقالنا سنه ما تقابلناش. ان شاء الله نتقابل دايما على خير يا رب باذن الله. هنبدا مع بعض باستعراض اهم اخبار النهارده. هنبدا من المصري اليوم الصفحه الاولى، مرسي في قفص الاتحاديه اليوم. اليوم السابع صفحه الاولى، الارهابيه تدعو للزحف ومحاصره محاكمه الاتحاديه اليوم. من الشروق صفحة الأولى، منصور سنحاسب مرتكبي الأفعال الإجرامية بكل قوة. من المصري اليوم صفحة الأولى، اليوم بدء تصويت المصريين في الخارج على الدستور. من الأخبار صفحة الخامسة، قاعدة بيانات بلا موتى ومستعدون لمواجهة إرهاب الجماعة. من الأهرام صفحة الأولى، اختطاف 3 قياديات عمالية ووكيل وزارة في عيون موسى. من اليوم السابع صفحة الأولى، تجميد أموال 702 إخواني بالبنوك والشركات. من الأخبار الصفحة الثالثة، طوارئ بالصحة لمواجهة إضراب الأطباء والصيادلة اليوم. من الشروق الصفحة الأولى، وائل غنيم غاضبا، المكالمات السرية مفبركة واسألوا عني السيسي وشيخ الأزهر. من الأخبار الصفحة الثالثة، انهيار تمثال عبد الوهاب بباب الشعرية. من الأخبار الصفحة الثالثة، تشغيل تجريبي لكروت البنزين في 400 محطة. من الأخبار الصفحة الثالثة، الجو معتدل اليوم في المحروسة وغدا بارد ممطر. أخبار كتير جدا النهاردة وعايزين نلحق يعني ناخد يعني أكبر عدد ممكن. هناخد 3 أخبار الأولى مرتبطة ببعض، اللي هو النهاردة محاكمة الرئيس محمد مرسي ومعاه كمان 14 قياديا من جماعة الإخوان. الحقيقة أستاذة إيمان النهاردة نعتبره يوم حافل وبيأتي بعد، نقول بعد عيد الميلاد المجيد، كل سنة وإخواننا المسيحيين بخير. الحقيقة النهاردة الجلسة الثانية ربما تشهد بعض المفاجآت لاعتبارات تتعلق بالجماعة وتتعلق بالمحكمة وهيئة الدفاع أيضا. حتى الآن لم يتم تسمية محامي للدفاع عن مرسي ولم يختار هو بنفسه أيضا، فمن ضمن السيناريوهات أنه المحكمة بتقدم بديل اللي هو تنتدب محامي للدفاع عنه. في سيناريوهات عدة النهاردة المحاكمة موجودة، أعتقد الأربعة موجودين في العالم اليوم النهاردة مقدماها. يا إما هو هيقول أن الدكتور سليم العوة هو المحامي بتاعه، يا إما المحكمة هتنتدب له، يا إما هيطلبوا التأجيل. يعني كلها سيناريوهات متوقعة، فمش هيكون في حسم النهاردة، يعني نتوقع التأجيل عاجلا أو آجلا. لكن المفاجأة الأكبر أو يعني ما يتعلق بالمحاكمة هو ما دعت إليه جماعة الإخوان إلى الحشد أمام دار القضاء العالي والمحكمة الدستورية العليا. الحقيقة هو ده استكمال لخطواتهم اللي تمت في الفترة الماضية، اللي أعتقد لم تعد تلقى قبولا في الشارع المصري لاعتبارات تتعلق بأنه وماذا بعد. والأمن كمان بقى بيأمن الأماكن دي بكل حسم وكل قوة. الحقيقة هو يعني الأمن بيقوم بدوره، ونأمل أن يكون حتى الدور دوت مكثف ومضاعف لاعتبارات تتعلق بالفترة وحساسيتها اللي بتسبق فترة الاستفتاء على الدستور. لكن الحقيقة كمان الشارع المصري أعتقد أنه هو بيعبر عن رفضه لهذه الأفعال، لأنه لم يعد في الجعبة صبر. أصبحت المسألة يعني خرجت عن الحدود الممكنة والمقبولة لفكرة التعبير عن الرأي، مع ما يعتمل في صدر الجماعة من إحساس بالظلم وإحساس بالخيانة وما يرددونه من. سمعنا أن الرئيس محمد مرسي بيهدد النهاردة أنه هيكشف الرئيس المعزول محمد مرسي بيهدد أنه هيكشف العديد من الأسرار النهاردة في المحاكمة. هو الحقيقة إحنا بنسمع ده طول الوقت، وأعتقد أنه بيظل أنه كل طرف بيحتفظ لنفسه ببعض المفاجآت واللي بنسمع عنها كل يوم واللي مطروحة على ساحة الإعلام، واللي مع بعضها واللي ضد بعضها بعض الآخر. لكن الحقيقة كلها بتنحصر في فكرة أنت في فترة كل اللي تغلبوا العبوا، يعني عارفة اللي هو المثل الشعبي. أنت عندي الجماعة أصبحت بحكم القرار الدولة أن هي إرهابية، عندك أعضاء بيتخلوا عن عضويتهم في محاضر شرطة، عندك أعضاء لسه بيخرجوا، عندك طلبة جامعيين بيهددوا بحرق وضرب وإتلاف، وشاهدنا خلال الفترة الماضية وقف امتحانات.
الحقيقه اعتقد ان كلها افعال تندرج تحت الافعال الاجراميه وتخرج من اطار التعبير عن الراي. التعبير عن الراي اللي بيقول ان انت عندك نشاط سياسي قد تمارسه ليس تحت ظل جماعه محظوره او ارهابيه او اعلنت منذ اسابيع. الحقيقه انت عندك سبل كثيره للتغلب على محنتك، وهي محنه تاريخيه بالمناسبه، انه الجماعه بعد كام 83 سنه 84 سنه بتواجه عصر حقيقيه. واعتقد انه حتى منذ اللحظه الاولى منذ دخول مرسي الى قصر الرئاسه طولب الإخوان بمراجعة تتعلق بتاريخ الجماعة، وأنه يجب أن يبدأوا بدايات أخرى. وطبعا تطورت المطالبات دي بالمراجعات دي بعد 3 يوليو. الحقيقة هم عملوا ودن من طين ودن من عجين، وأعتقد أن التاريخ لا يتوقف طويلا عند من يصم أذنه عن مجرد عن نصيحة من الآخرين، وهذا ما فعلته الجماعة. وأعتقد أن هو دوت اللي أدى إلى نقول إيه تحللها أو انفراطها. اعتقد ان هي لسه بتواجه المساله بعنف، وده طبيعي جدا عندما ما بتغيرش من فكرها مهما حصل. الحقيقه هي المساله تتعلق بانه هي جماعه لها مصلحه، فعندما تختفي المصلحه او عندما يعني انت بتضعي العراقيل قدامها هي بتحاول تفلفص. يعني طبيعي كيان موجود لعقود وانت دلوقتي بتقولي له ده من الغباء ان انا عشان احاول افلفص ان انا احاول اعمل كده بالعنف، وان انا اخلي الناس تشوفني بصوره يعني بالصوره البشعه دي. يعني احنا ازاي هيندمجوا تاني وسط الشعب المصري؟ الحقيقه بعد الصورة هي تظل مشكله حقيقيه، ولكنها لا تتعلق بيا وبيكي باعتبارنا افراد عاديين نقبل الجميع، لكن مشكله تتعلق بالجماعه. الجماعه عندها فكرها اللي هو يعني اللي هم بيقولوا ان هم انه ده خارج من سيد قطب والقطبيين و اللي هو الحاكميه والانعزال على المجتمع الكافر و يعني افكار بتخلي وجودهم في حد ذاته مغلق ومنحصر عليهم. مفيش جماعه تقدر تعيش وهي منغلقه، في النهايه بيبقى مصيرها الانتصار والانقراض ما لم يتم تطوير هذا، زي ما حصل في افكار ومراجعات تتعلق بالاخوان المسلمين في المغرب على سبيل المثال، متعايشين مع الحكم الملكي والحياه ماشيه ومقدمين نفسهم باعتبارهم بديل جيد. هيحصل في مصر بعد ان شاء الله بعد الدستور بعد المساله تستدعي ان يكون بعد الانتخابات الرئاسيه. أنا أعتقد اكيد هيندمجوا مره ثانيه. اعتقد المساله تتعلق بانه المساله الفكريه عندهم محتاجه مراجعات كثير. اكيد هناخد الخبر الرابع من المصري اليوم والخبر الخامس كمان من الاخبار اليوم، بدء تصويت المصريين في الخارج على الدستور، والخبر الخامس قاعده بيانات بلا موتى مستعدون لمواجهه ارهاب الجماعه. الحقيقه النهارده تقريبا اكثر من 600 الف مصري موجودين خارج جمهوريه مصر العربيه، مفترض ان هم يشاركوا في التصويت. ما نعرفش الكثافه هتكون قد ايه ولا الاقبال هيكون قد ايه. اعتقد قد نواجه برضو او يعني نستطلع في نهايه فتره الاستفتاء على الدستور ارقام تتعلق ارقام شبيهه بما رايناه في الانتخابات الرئاسيه، لما وجدنا مثلا فرنسا ضد مرسي ووجدنا السعوديه مع مرسي اللي هو المصريين يعني في السعوديه وفرنسا. بس اعتقد ان ممكن تتغير المره دي شويه. وكان بصي هقول لك حاجه، هيكون من الصعب على شخص يعني اختار رئيسه رئيس من كتله معينه بس ان هو يتراجع. اختاروا برضو ويعني هم مش تبع ده قوي، بس شافوا ان ده ممكن يبقى الاصلح في الوقت الأصلح. ده ممكن بعد اللي شافوه برضو ان هم يغيروا من وجهه نظرهم ومن فكرهم. بنتمنى هذا لانه دلوقتي المفترض انه الدستور يتم الاستفتاء عليه خلال الفتره القادمه لنحنا ننتقل لخطوه اخرى حتى لا نواجه المزيد من التعثرات. بشكل كامل مش متفق على الدستور بشكل 100%، ولكن 80% 70% لتجاوز الخطوه مطلوب ومهم. انا بس اللي ضايقني في الخبر دوت ان انا يعني ملحوظه سطر مكتوب بشكل صغير جدا انه رجال الدين بيشاركوا في يعني في توضيح مميزات الاستفتاء. انا بعترض المرة الثانية برضه يعني لها دخل بالدين بالسياسة. أرجوكم يا دولة، أرجوكم يا أي حد، يا وزارة الأوقاف، يا كنيسة، يا أزهر، يا خرجوا رجال الدين من لعبة السياسة. رجل الدين يخرج يقول لي دافع عن رأيك، شارك بإيجابية، كن مواطنا، حافظ على بلدك، احميها، احفظها. أنا عايزة ده دور رجل الدين. رجل الدين هو أخلاقي وليس توجيهي. إحنا الكارثة دي عانينا منها في الانتخابات الرئاسية عندما وجدنا المساجد تدافع عن مرسي وتتهم من لا يعطي مرسي صوته بالكفر. أرجوكم دعونا نتجاوز هذه المسألة، مش عايزين نقف كتير عند فكرة الدين يعمل إيه وما يعملش إيه. الدين يخلق مني مواطن صالح محب، لكنه لا يخلق مني مواطن ذو اتجاه. أكيد محسومة.
هناخد الخبر السادس، اختطاف 3 قيادات عمالية ووكيل وزارة في عيون موسى. أسوأ ما في هذا الخبر إعلان جماعة بيت المقدس عن مسؤوليتهم عن خطف قيادات عمالية. طبعا كثير من المحللين السياسيين والباحثين بيحاولوا يفهموا الاتجاه الفكري لجماعة بيت المقدس، بغض النظر ان هي تبع يعني ميالة بالقلب للقاعدة ومحبة للإخوان ويعني قريبة من السلفيين. الحقيقة اقترابهم من القيادات العمالية بيقول انتوا بتخبطوا فين مين بالظبط؟ شعب ولا جيش ولا شرطه؟ انتوا عايزين ايه؟ قيادات العمليه دي مفترض ان هي بتسعى من اجل قطاع كبير جدا اللي هو العمال. العمال دول مفترض انه كل اي اتجاه سياسي بيدعمهم باعتبارهم هم الوقود الحقيقي لدوله حقيقيه. اختطافهم بيضع علامة استفهام حوالين بيت المقدس، ويضع علامة استفهام كمان عن التأمين في سيناء. يعني عندما عيون موسى دي تبعد عدة كيلومترات من النفق، النفق ده مكان حيوي ومهم جدا بيربط مصر كلها بسيناء. اعتقد انه الاختطاف هذه النقطة، وطبعا عرف ان هم اختطفوا في هذه النقطة لانه عثر على السيارة اللي هم كانوا بيستقلوها زائد اوراقهم ومتعلقاتهم في السيارة. اذا في ثغرة حقيقية استطاع هؤلاء اللي اعلنوا مسؤوليتهم، واحنا مش بندعي ولا بنتهمهم، مسؤوليتهم عن الحادث اعتقد او الاختطاف، اعتقد انه في ثغره امنيه موجوده لابد من تداركها في تلك المنطقه. اكيد. هناخد الخبر السابع، تجميد اموال 702 اخواني بالبنوك والشركات. اعتقد انه ده اجراء قانوني طبيعي في ظل اتهام الجماعه بانها جماعه ارهابيه. الاسماء منها طبعا الشاطر، ومنها مهدي عاكف المرشد السابق، منها سعودي عبد المنعم سعود يعني رجل الاعمال، منها اسماء كثيره. اعتقد ان هي شاركت بشكل او باخر في تمويل انشطه الجماعه اللي بيخرج بعضها عن نطاق القانونيه او الامن. هل هذه الأموال دي سيتم مصادرتها أو تجميدها إلى أن يتم الحكم القانوني اللي يتعلق بأصحابها؟ خطوة بيظل الموافقة عليها بشكل كامل ضد الإجراءات الطبيعية للتحفظ على الأموال، لأنها بتضع الدولة في مأزق أعتقد قانوني. لكن الحقيقة اللي هو تجميد الأموال هو بيمنع الجماعة من القيام بالمزيد من الأموال للأعمال الأعمال الإرهابية والأعمال ضد الوطن. هناخد الخبر الثامن، طوارئ بالصحة لمواجهة إضراب الأطباء والصيادلة اليوم. طبعا العنوان مكتوب بالشكل ده، لكن الحقيقة هو إضراب جزئي. وعشان نوضح السادة المشاهدين، الإضراب الجزئي بيعني التوقف عن العمليات المعتادة، لكن الطوارئ موجودة شغالة. يعني العمليات الضرورية والطريقة لابد منها، لكن مثلا تسجيل مواليد، العيادات الخارجية، الأشياء اللي هي المعتادة بيتم التوقف عن القيام بها من جانب الأطباء والصيادلة في وزارة الصحة. وطبعا ده اعتراضا على عدم الموافقة على الكادر اللي هم كانوا طالبوا بيه واللي توافق عليه مفترض مجلس الشعب في العام الماضي. الحقيقة مأساة الأطباء بتتعلق بأنه الطبيب الذي يخرج لعلاجك أيها المشاهد لا يحصل على القدر الكافي الذي يمكنه من حياة يعني معتدلة أو كريمة. الحقيقة لابد من مواجهة المسألة بشكل حكومي إداري صحيح، أن يتم التفاوض للوصول إلى أفضل حل ممكن للطبيب حتى يحصل على حقه، حتى يقدم للمريض المواطن حقه أيضا من العلاج ومن الرعاية. أكيد. هناخد الخبر التاسع، وائل غنيم غاضبا، المكالمات السرية مفبركة، واسألوا عني السيسي وشيخ الأزهر. بعيدا عن وائل غنيم وبعيدا عن أي اسم مطروح، لابد أن نوضح شيء مهم جدا. مسألة التسريبات دي بتجعل من الإعلام المصري أضحوكة يا أستاذة إيمان. الحقيقة التسريبات دي أعتقد أن هي لا تليق بإعلام يليق بمصر الحديثة. التسريبات ليها علاقة بيبقى بإذن من النيابة، بيبقى ليها علاقة بقضية، لكن الخوض في حياة الأشخاص في ظل مكالمات أراها عادية مع تحميلها ما يتم تحميلها من جانب رجال الإعلام اللي بيستخدموها، أعتقد أنه ده مش في صالحنا. حان الوقت للتوقف عن تلك الحرب، وإذا كان في قضايا القضاء موجود. أعتقد أنه وائل عندما يخرج غاضبا، ما يهمنيش غضب وائل، ما يهمنيش غضب أي حد ذكر اسمه في هذه التسريبات، لأنه في الحقيقة ما فيش دولة يعني تعرضت لهذه المسائل ومرت بخير.
دلوقتي احنا بنشوف اعلاميين بيقوموا بيها، لكن عندما يقوم بها رجال دوله مثلا زي ما حصل في ووتر جيت وامريكا واستقال على اسرها رئيس دوله عظمى، اعتقد انه لا يليق بنا الان ان احنا في 2014 ان احنا نتعامل بمبدا اللصوصيه والتسجيلات اللي اتخذت بدون وجه حق وبدون اذن عشان اعرضها على الناس. في النهايه انا يعني من منكم بلا خطيئه فليرميه بحجر، إذا كانت هذه التسريبات تتعلق بقضايا نروح للقانون، لكنها لا تكون مادة للإعلام. يعني دي نقطة من أول السطر. أوكي، ناخد الخبر العاشر، انهيار تمثال عبد الوهاب بباب أشعرية. أنا يعني من ضمن اللي قريته أنه كان بيتعلق عليه يافطة نعم للدستور بغض النظر عن استخدام التمثال في تعليق لافتة، لكن الحقيقة الخبر ده بيقول حاجة واحدة بس، أين الصيانة؟ إحنا بنتعامل مع الصيانة باعتبارها رفاهية، لكن الحقيقه الصيانه دي بتوفر لك كتير. لما تلاقي انه في اجزاء مثلا من الرصيف بتتكسر، انا لو صنت الاجزاء دي هدفع احمي الرصيف كله، هدفع 5% من ممكن اللي ادفعه لو انا غيرت الرصيف بالكامل. اللي بيحصل ايه؟ انه بيترك هذا الامر، الصيانه بتترك لمده سنه سنتين، طب نغير الرصيف، وكاننا دوله من الرفاهيه ان احنا نروح نعمل عمليات احلال وابدال كامله. تماثيل موجوده في الاوبرا، موجوده في اي مكان، مفترض ان بتعملها صيانه دوريه. هسألك، هل بالفعل التمثيل اللي في ميادينا بيتعمل لها الصيانة دي إلا الميادين الكبيرة زي إبراهيم باشا أو تمثال زي تمثال عبد الوهاب؟ هو مش تمثال أثري، هو تمثال عمله أحد النحاتين وتم وضعه في باب الشعرية لأنه أصلا من باب الشعرية الراحل عبد الوهاب. لكن الحقيقة برضو المسألة لا تخلو من بعض الصيانة، الصيانة الدورية، نوع من يعني ترميم الكسور اللي فيه الشروخ، لأنه مش فجأة هو وقع، لأنه أكيد كان باين إن هو أكيد كان في حاجة. في فأعتقد إنه الخبر ده بيعني باختصار إنه الصيانة عندنا لم تعد رفاهية يا جماعة، الصيانة بتوفر ميزانيات دول. أكيد. هناخد آخر خبر معنا، وتشغيل تجريبي لكروت البنزين في 400 محطة. يعني يظل الخبر دوت هو خبر تجريبي، بمعنى أنه 400 كارت في كم المستخدمين في مصر لسيارات. أعتقد الأزمة الحقيقية اللي كنا واجهناها خلال الفترة اللي فاتت والفترات السابقة من أزمات مفتعلة أحياناً لاختفاء البنزين والسولار استغلها البعض سياسيا، اعتقد انه هذا التشغيل قد يقدم نقول ايه منفذ لوزاره البترول من هذه الازمات اللي قد تكون بعضها حقيقي او غير حقيقي. لكن في النهايه 400 محطه هو عدد قليل جدا. السؤال الاهم، هنعمل ايه مع ما تبقى من المحطات؟ وهل هيتم تشغيل هذه الكروت بالشفافيه الكامله لتجاوز اي ازمات مستقبليه؟ كل دي اسئله بنضعها امام وزاره البترول، نتمنى لها طبعا النجاح والتوفيق في تجربه. وبرده ده كويس عشان نشوف ردود الافعال والاخبار والدنيا ماشيه ازاي. الكاتبه الصحفيه امال عويده نورتينا النهارده، وان شاء الله نشوفك الاسبوع الجاي اللي بعده ان شاء الله اللي بعده باذن الله. مشاهدينا قصه فقره الصحافه، بس لسه مكملين معاكم. نهارك سعيد.